السلام عليكم. في عام 1823 أبحر الأمريكي والن ديلانو إلى مدينة كانتون الصينية. في غضون 7 سنوات كان شريكاً في شركة راسل كومباني التي كان لها يد في تجارة الأفيون داخل الأراضي الصينية. وبعد عدة سنوات عندما بدأت تنهار الإمبراطورية الصينية رجع والن ديلانو ثرياً إلى أمريكا، وبعد أن عاد قام بتزويج ابنته سارة إلى جيمس روزفلت الأول، وهو والد الرئيس الأمريكي السابق فرانكلين روزفلت، حيث قيل بأن الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت لم يكن يعلم بمصدر ثروته التي ورثها على حساب إدمان الشعب الصيني. وهذا يقودنا إلى السؤال التالي: ما هو هذا الأفيون؟ وما علاقته بانهيار الإمبراطورية الصينية؟ وما هو الأفيون الحديث؟ وهل الأفيون الحديث يعمل للسيطرة علينا والتحكم بأفكارنا؟ وللجواب على هذه الأسئلة أنا محمد وحيد، يلا بينا. منذ القرن الثامن الميلادي وصف العالم والطبيب ابن سينا الأفيون كعلاج للعديد من الأمراض، من بينهم مرض التهاب غشاء الرئة الذي كان يسمى قديما بداء ذات الجنب. فكان الأفيون وقت ذاك عند العرب يستعمل للتخفيف عن الآلام، وكلامنا يعني أنه كان يستخدم تحت الإشراف الطبي فقط، ونحن لا ندعم استخدامه خارج إطار الطبي. ولكن جاءت المملكة البريطانية بعدها لتستخدمه في السيطرة والتحكم والانتفاع المادي. ومتى حدث هذا؟ حدث في بداية القرن 19 عندما كانت تجارة السلع الصينية مثل الحرير والخزف والشاي الصيني تصدر بكميات هائلة إلى بريطانيا، وكان يقبض ثمنها بالفضة. ولكن في المقابل لم تكن الصين تستورد الكثير من المنتجات البريطانية، ونتيجة لذلك كانت كميات كبيرة من الفضة تذهب للصين. وبالتالي حدث أن البريطانيين غضبوا من هذا التفاوت التجاري بينهم وبين الصين. فماذا فعلوا البريطانيين؟ قاموا بإنتاج كميات هائلة من الأفيون أو المخدر، وبدأوا يضخونها بشكل غير قانوني إلى داخل الأراضي الصينية، وذلك عبر موانئ كانتون. وبعدها أخذوا يطالبون الصينيين بدفع ثمن الأفيون بالفضة حصرا. ولماذا بالفضة حصرا؟ حتى يتمكن البريطانيين من استعادة الفضة التي كانت تدفع على السلع الصينية. وكانت هذه العملية تتم عن طريق أو بواسطة شركة الهند الشرقية. طبعا في نفس الوقت كانت الهند خاضعة للحكم البريطاني الذي قام في عام 1882 بحظر بيع وجمع الملح عن الشعب الهندي طبعا للسيطرة عليه. وكانت الهند في ذلك الوقت خاضعة تحت إشراف كامل وسيطرة كاملة من الحكم البريطاني. وبعد فترة من الزمن أتى الزعيم الروحي مهاتما غاندي وساعد الهند وحض الشعب الهندي على استقلالها في استخراج الملح من البحر. وكان ذلك في عام 1947، وذلك من خلال مسيرة مشهورة سميت بمسيرة الملح The Salt March. في نفس الوقت اللي كانت صناديق تحتوي على الأفيون تنقل من شواطئ الهند إلى شواطئ الصين وبكميات هائلة، إلى درجة أنه في عام 1839 زادت واردات الصين من الأفيون من حوالي 50 طن إلى حوالي 6500 طن. ومع تزايد استهلاك سكان الصين من هذا الأفيون زادت تدفقات الفضة خارج الصين أي إلى بريطانيا من حوالي 2,000,000 أوقية إلى أكثر من 9,000,000 أوقية. طبعا تعتبر أوقية الواحدة حوالي 29 غرام. مع هذه الكميات الهائلة من الأفيون ماذا حصل في رأيكم؟ أدى إلى وقوع عدد هائل من الصينيين في الإدمان. ولكي يصبح عندكم تصور واضح عن حجم هذه المصيبة سأذكر لكم نسبة عدد المدمنين في الصين التي ارتفعت من 2,000,000 مدمن عام 1850 إلى 120 مليون مدمن عام 1878. وصل عدد المدمنين في الصين في ذلك الوقت إلى أكثر من 128 مليون مدمن، يعني أكثر من ربع سكان الصين. طبعا هذا العدد يعتبر قليل ولا يذكر مقابل العدد الذي أصابه الأفيون الحديث للعالم الآن، وسوف أتكلم عن هذا الأفيون الحديث بعد قليل. وبالتالي على أثر تلك الكارثة التي أصابت الشعب الصيني قامت أسرة تشينغ، طبعا أسرة تشينغ هي الأسرة الحاكمة للصين في ذلك الوقت، قامت الأسرة الحاكمة بتدمير ما يقارب 1400 طن من المخدر، فأثار هذا غضب البريطانيين. وهنا اشتعلت فتيلة حرب الأفيون الأولى التي استولى فيها البريطانيون على مدينة كانتون الصينية، وانتهت الحرب الأفيون الأولى في عام 1842.
بمعاهدة أطلق عليها معاهدة نانكينغ، التي مكنت البريطانيين من فتح أسواقها التجارية مع الأسواق الصينية. بالإضافة إلى ذلك سلمت الصين منطقة هونغ كونغ للبريطانيين كجزء من المعاهدة. وفي عام 1856 اندلعت حرب الأفيون الثانية، أو كما سميت بحرب السهم أو حرب الإنجلو صينية الثانية. واستمرت هذه الحرب حتى عام 1860 التي انضمت فيها فرنسا إلى صفوف بريطانيا بسبب إعدام الصينيين للمبشر الفرنسي أوغست تشايلدين، حيث أفرزت هذه الحرب معاهدتين أو اتفاقيتين في حرب السهم. المعاهدة الأولى هي معاهدة تينسين، التي كانت بريطانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية أطرافا فيها، وفتحت هذه المعاهدة أمام هؤلاء الدول 11 ميناء صيني إضافي. أما المعاهدة الثانية فهي معاهدة بكين، حيث سلمت فيها الصين جنوب شبه جزيرة كولون، وظلت منطقة هونغ كونغ تحت هيمنة البريطانيين إلى أن أعيدت للصين عام 1997، أي بعد حوالي 55 سنة. طبعاً تكلمنا على الأفيون كأسلوب استخدم سابقاً من الدول الكبرى للسيطرة على الدول الضعيفة من خلال الأفيون أو أي طريقة مباشرة أو غير مباشرة. الآن ننتقل إلى الأفيون الحديث، الطريقة الحديثة للسيطرة. من المحتمل جداً أن يكون هذا الأفيون هو أشد تأثيراً على حياتك من الأفيون الذي ذكرته سابقاً، لأن هذا الأفيون ببساطة يعيش ويلتصق معك في حياتك ودون حتى أن تحس بتأثيره عليك. ومن طبيعة هذا الأفيون أنه لا يؤكل ولا يشرب ولا يشم، إنما بشكل غير مباشر يخترق عقلك ونفسيتك وحياتك بشكل لا شعوري أو بشكل غير مباشر. وسوف أوضح لك عن طبيعة هذا الأفيون، تابع معي للنهاية. قبل 9 سنوات تقريباً، وبالتحديد عام 2013، فجاءنا شاب يسمى إدوارد سنودن بالكشف عن معلومات حول مراقبة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لجميع مكالماتك الهاتفية ورسائلنا الإلكترونية والصور العائلية وكافة البيانات الشخصية، وكل ذلك من خلال نظام مراقبة جماعي. قادر هذا النظام على التجسس على معظم خصوصيات العالم. وبعد 6 سنوات، أي في عام 2019، حدثنا سنودن بالتفصيل في مذكراته كيف أنه ساهم في بناء هذا النظام التابع لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. والكثير من الوثائق أشارت إلى أن CIA وكالة المخابرات الأمريكية عملت بالشراكة مع شركات مثل تليجرام واتساب لتتجاوز نظام الحماية والتشفير. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنها تصبح قادرة على مراقبة ومشاهدة وسرقة جميع بياناتك وخصوصياتك بكبسة زر واحدة. طبعا هذا الأمر يشبه تقريبا شخصية الأخ الأكبر Big Brother، الذي ابتكرها الكاتب الإنجليزي جورج أوريل في روايته الشهرية مسماة 1984 بالعبارة التالية: The Big Brother Watching You، يعني الأخ الأكبر يراقبك أو يشاهدك. فيبدو أن الخيال الأدبي قد تحقق إلى واقع، وهناك العديد من الأدلة والبراهين التي تثبت ذلك، ومن بينها وأغربها تقريبا ما حدث عام 2015 عندما ظهرت أجهزة التلفزيون الذكية من سامسونج. قد قامت الشركة بتحذير عملائها من مناقشة أي معلومات شخصية أو حساسة بالقرب من الجهاز. فهل تتصور أن شاشتك من الممكن أن تراقبك؟ للأسف نعم، من الممكن، لأنه في عام 2017 كان هناك تقرير لويكليكس يصف خدعة وكالة المخابرات الأمريكية التي أطلقت عليها على الخدعة أو الهجوم ويبينج أنجل. تبين أن هذه الخدعة بأن التلفاز مطفي ومغلق، بينما هو في الواقع يشتغل كميكروفون، بحيث ينتقل الحديث الذي يدور بينك وبين عائلتك في المنزل أو بين أصدقائك بالعمل، لينتقل عبر خوادم إلى وكالة المخابرات الأمريكية CIA. فالحكومة أو الشركات العالمية التكنولوجية تستطيع بكل بساطة الوصول إلى بياناتك الخاصة ومعرفة بمن تتصل ومتى، ويمكنها أن ترسم لك صورة دقيقة جدا عن هواياتك وعملك وحياتك الشخصية. فهل تتخيل معي إذن حجم البيانات والمعلومات التي يمكنهم الحصول عليها؟ وليس ذلك فقط، لربما هذه البيانات تباع في يوم من الأيام إلى شركات أخرى، لربما ليستخدموها في ابتزازك أو استغلالك. وسوف أضرب لك مثالا عن أشهر المواقع التي يستخدمها معظم العالم بشكل يومي، وهو موقع جوجل، حيث وعدت شركة جوجل مئات الملايين من المستخدمين
بأنها لن تبيع أي معلومات شخصية لأي أطراف ثالثة. ولكن هناك دعوة قضائية منقولة بواسطة صحيفة نيويورك تايمز تقول بأن هذه الوعود كاذبة. ففي الواقع تجني جوجل مليارات الدولارات من خلال بيع معلوماتك الشخصية والحساسة. وكلما زاد عدد استهلاكك لتطبيقات جوجل زادت قدرتهم على جمع المزيد من المعلومات عنك. ومن الأمثلة على هذه التطبيقات استخدامك لبرامج الجيميل أو استعمالك لنظام أندرويد أو أي نظام آخر أو التسجيل على قنوات اليوتيوب أو حتى الاستعانة بخرائط جوجل أو 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 أو. فجميع هذه البرامج والتطبيقات قادرة على تحصيل مزيد من بيانات عنك وعن أسلوب حياتك وسلوكياتك وطرق معيشتك. فما بالك إذا أخبرتك عن تطبيقات الفيسبوك والإنستغرام والواتساب وغيرهم العديد والعديد. ولكن رغم كل ذلك دعونا نصدق وعودهم ونغلق أعيننا عن كافة هذه الأخبار والاتهامات، ونقوم بطرح السؤال التالي: ماذا لو حدثت عملية هاكينج أو هاكر أو عملية اختراق في نظامه الأمني وتم سرقة بياناتك الشخصية من قبل جهات معينة وعرضت للنشر والابتزاز؟ طبعا هذا ليس مجرد خيال أدبي، ودليل على ذلك أنه في عام 2018 تم خرق بيانات 52 مليون مستخدم في شركة جوجل بلس التابعة لشركة جوجل. وبالتالي ماذا سوف تفعل حينها؟ أو كيف ستتعامل جوجل مع هذا الموقف؟ الجواب سهل جدا، وهو مؤلف من كلمة واحدة وبسيطة: نحن آسفون. مع ذلك اعتبر أنك قبلت اعتذارهم. ولكن ماذا لو طلبت جهات حكومية معينة من هذه الشركات أن تحصل على سجل بياناتك؟ هل ستعتقد أنهم سيرفضون الطلب؟ بصراحة في كثير من الأحيان لن ترفض ذلك الطلب، وهذه إحصائية سوف أعرضها عليك تبين عدد الطلبات المرسلة من قبل الحكومات إلى شركة فيسبوك، وذلك حسب البلد. وحتى بالنسبة لشركة جوجل قالت بأنها تلقت حوالي 40 ألف طلب، ويشمل طلب على حوالي 84 ألف حساب شخصي مطلوب الاستعلام عنهم، حيث قالت جوجل أنها سلمت الكثير من البيانات للحكومة بما يقارب 83% من الطلبات المرسلة. وبالتالي من خلال هذا النظام القادر على سرقة بياناتك ومعلوماتك يمكنهم ببساطة جمع هذه البيانات وتحليلها ومعرفة هواياتك وحاجاتك ورغباتك وأسلوب حياتك، ويستطيعون عن طريقها أن يفعلوا بك ما فعلته بريطانيا للصين. وسوف أوضح لك ما علاقة هذا الأفيون بالأفيون السابق. البريطانيون في السابق كانوا يضخون الأفيون على المجتمع الصيني التي تقدم لهم نوع من أنواع السعادة والانتشاء، ولكن بعد انقضاء مفعول الجرعة يبدأوا يطالبون بالجرعة الثانية والثالثة والرابعة إلى أن يقع الجميع في حفرة الإدمان، لأن ببساطة كانت مجرد سعادة وانتشاء مزيفتين. ونفس الأمر بالنسبة لعصرنا الحالي، ولكن الفرق هنا أن الشركات العالمية والمؤسسات الكبرى تقوم بضخ المعلومات والمنتجات بدلاً من الأفيون، ولكنها في النتيجة تعطي نفس الأحاسيس والمشاعر، وطبعاً معظم هذه المعلومات والمنتجات تكون أيضاً مزيفة ومؤقتة فقط لتشعرك بالرضا. وسوف أضرب لك مثال بسيط على ذلك. تخيل أنني وضعت أمامك قنينة مشروب غازي محلى وبجانبها قنينة ماء عادية، وقلت لك أن تختار بينهما، فماذا تختار؟ الكثير من الناس سوف تفضل المشروب الغازي المحلى. لماذا باعتقادك؟ طبعا في نفس الوقت كثير من الدراسات والأبحاث تدل على أضرار المشروب الغازي، والكثير يعرفون ويدركون ذلك. ولكن كميات الصور والفيديوهات والمعلومات المزيفة والمبالغ فيها وربط المنتج بالسعادة والإحساس الكاذب عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والدعايات والأفلام والمسلسلات، تحولت هذه القنينة الضارة في النهاية إلى شيء جيد ويعطي شعور بالرضا بشكل أهم من الماء الطبيعي، وعند كثير من الناس أهم من الماء. وصار استخدام المشروب الغازي عند كثير من الناس شيئا فشيئا كأسلوب حياة تفعله كل يوم دون وعي. طبعا هذا مثال بسيط جدا، ولكن حاول أن تقيس على هذا المثال أمور أخرى. ستجد على الأغلب شيء أو شيئين أو أكثر تجد نفسك غارق في الإدمان عليهم، أشياء تسمى مجازيا بالمخدرات الحديثة التي لا تنتبه إليها، والتي قد تغير من قناعاتك وطريقة تفكيرك وسلوكياتك وأمور كثيرة في حياتك دون أن تدري. لذلك أردنا التسليط على أمور موجودة في حياتنا المعاصرة تعتبر من البديهيات أو من الأمور العادية، ولكن هي في واقع الأمر قد تكون حالة إدمان
بشكل يشابه إدمان الصينيين للأفيون البريطاني، ومن خلال رفع وعينا والانتباه إلى مفردات حياتنا المعاصرة يجب أن نكون أذكياء نفرق بين الأمور المفيدة والأمور المضرة، وأيضا أن ننتبه أن أحد أهم ممتلكاتنا في حياة المعاصرة هي معلوماتنا. في الحلقات القادمة إن شاء الله سوف أسلط الضوء على الكثير من المواضيع المهمة والتي تتعلق بحياتنا إن شاء الله. أتمنى أن تستفيدوا منها، وإذا كان لديكم أي تعليقات أو اقتراحات شاركونا بها، وسنكون سعداء بالإجابة عليها أو تبنيها. شكرا جزيلا، السلام عليكم.